دير الزور على صفيح ساخن، توتر متزايد بين القوات الأمريكية والنظام السوري، والغاية قضم مناطق جديدة في المحافظة النفطية. حشود عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية والقوات البرية الأمريكية على جبهات النظام، وكل طرف يترقب ساعة الصفر لمعركة يبدو أنها ستكون باهظة الثمن للروس والأسد. النظام بدوره هو الآخر، انسحب من جبهات في دير الزور وحشد قواته على جبهات قسد في شرق المحافظة. فالنظام وعلى ما يبدو يرفض أي تقدم جديد للأمريكان. المستفيد الأكبر من التوترات في المنطقة تنظيم الدولة الذي أخذ باستعادة قوته العسكرية وزخمه الإعلامي، وهو ما ظهر جليا في ريف البوكمة. حظوظ المعارضة السورية يبدو أنها تتضاءل في سيناريو دير الزور، فلا تأكيدات رسمية على دخولها، فيما تؤكد مصادر عسكرية أن المفاوضات مع الأمريكان مثمرة وستنعكس على الأرض قريباً.